نروح للصوره اكتر مع كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا كابتن اسامه، وسعيد ان انا موجود معاك. وفي البدايه طبعا يعني بهني طبعا النادي الاهلي على المكسب الاخير، كان مكسب مهم جدا بالنسبه لنا، واداء النادي الاهلي كان ممتع في المباراه دي. الحمد لله. عقبال المباراه القادمه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي ان شاء الله يا كابتن خالد. ان شاء الله يا كابتن اسامه. كابتن خالد، مفروض دلوقتي كل الانديه بتستعد للموسم الجديد. للاسف لحد دلوقتي في تخبط وعشوائيه كبيره من اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم. لحد دلوقتي 22/6 مفيش اي خطابات راحت للانديه علشان نقول ايه الاعمار السنيه الموجوده السنه القادمه او بعد شهرين. ازاي دلوقتي انت بتدير الملف ده، وانتوا شغالين ازاي دلوقتي الفتره دي يا كابتن خالد؟ والله يا كابتن سامع، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، ويعني بص انا مش عارف ابداها منين بصراحه، من كتر ما انا في الفتره دي قاعد عمال احاول ان انا اخطط لليومين الجايين او للفتره الجايه او للموسم الجاي. بدايه كده انا ما اعرفش ليه كنت عندي احساس من 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 فتره طويله قوي ان بطوله قطاع الناشئين هي مش مهمه. ما اعرفش الاحساس ده وصلني من اول لما اللجنه جت ان عايزه تلغي الدوري وعايزه تلغي البطوله، وطبعا بتستند طبعا الى القصه بتاعت كورونا والكلام ده، انما في الاخر البطوله اتلعبت والامور مشيت كانت بشكل كويس جدا، وما كانش فيه اي احداث. احنا وقفنا تقريبا شهر ونص في ما بين والبطوله شغاله بدون اي سبب من الاسباب، وكنا شايفين ان يعني الاتحاد هو اللي كان يعني بيدعم ان البطوله توقف او ان البطوله بتقطع ناشئين السنه دي ما تكملش، وده اللي حصل يعني. وطبعا مجلس الوزراء يعني ده خطابات بقى، انا مش عارف صحه الكلام ده قوي يعني، بس من شفنا خطابات ان الاتحاد هو اللي بيخاطب وزاره اللجنه اللي هي كانت مسؤوله عن كورونا وكده، فان يعني الاعداد كبيره جدا وممكن يبقى في اعداد كبيره. بدايه الجواب ده انا بصراحه يعني ابتديت اقلع على الموسم يعني بشكل كبير، وفعلا البطوله وقفت ورجعنا تاني، فلعبنا كل ثلاث ايام مباراه في كل البطولات، وكانت ال 99 و 2001 من دور واحد، وال 2003 وال 2006 كانوا من دورين. لغايه دلوقتي انا مش عارف ايه السبب. هل ان اتحاد الكوره شايف ان بطوله 99 و 2001 مش مؤثرين ما لهمش دور؟ طب لو انت شايف بالشكل ده ليه اعمل بطوله كاس مصر ل 2001 وانا عملت البطوله كلها من دور واحد؟ يعني انا يعني في حاجات كده. الحاجه الثانيه يا كابتن خالد، الحاجه الثانيه الغريبه برضو، انت النهارده بتقيم بطوله كاس مصر وبتعمل احتفاليه كبيره كمان النهارده، هل من الاولى ان انا اعمل لبطوله الدوري ولا بطوله الكاس؟ ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك يعني، ده انا يعني انا اصلا يعني عملت بطوله الدوري من دور واحد، مش عارف يعني هو هل كورونا ولا هل هي لعدم اهميه البطوله، او هل هي لعدم يعني لا عشان كورونا او عشان ال 2001 خلاص ما لهمش تصفيات، فانا لا خلاص يلعبوا من دور واحد وخلاص. انا ما كنتش فاهم يعني، بس لما لقيت بقى بطوله كاس مصر انا عشان كده تقريبا ما قدرتش اشترك، لان يعني انا لعبت بطوله من دور واحد عشان خاطر ان انا هخلص الموسم، لقيت بطوله ثانيه لحمت فيها على طول واتعملت بشكل سريع وفيها نهائي وفيها تسليم كاس، ويعني انا ما كنتش قادر افهم ليه يعني ايه الوضع يعني. بس احنا بنحاول ان احنا نبقى مساندين ونبقى مجهزين ومستعدين لاي حاجه بتحدث، بس انت في حاجات بتشوفها انت مش فاهم فيها ايه. التصريحات اللي كلها بتطلع ان 99 دي كانت بطوله مالهاش اي لازمه، وان البطوله دي كانت وديه وبطوله يعني ده الناس خليهم يلعبوا يعني عشان ما يخلصوش السنه، وفي نفس الوقت انا مش عارف العب اخر مباراه، هل دي اهميه المباراه ولا عدم اهميه المباراه؟ يعني انا مش عارف العبها لغايه دلوقتي. لسه ما جالكوش اي خطابات يا كابتن خالد بمصير المباراه الاخيره بتاعت الاهلي والزمالك دي؟ خالص والله انا ما يعني انا مش عارف. لا وبعدين هي المشكله كلها ان انا مش عارف هي هتلعب ولا لا. يعني انا لغايه دلوقتي الولاد بيتمرنوا وكده، هلحم الموسم الثاني، لان انا الولاد 99 بيشترك معاهم 2001 في التدريبات، ف 2001 ما ارتاحوش، فانا مش عارف لغايه دلوقتي هل هتتلعب المباراه. طب هل
هل هو المباراه دي ما اتلعبتش لاهميتها ولا عدم اهميتها؟ يعني ما انا مش فاهم هي مهمه ولا مش مهمه؟ طب يعني ما بتتلعبش ليه وما تتحددش ليه؟ اتحدد لها مرتين قبل كده والمرتين ما اتلعبتش، وبيجي لك جواب ان هو مش هتتحدد مش هتلعب، يعني ولا اتاجلت ولا اتلغت ولا اي حاجه. فانا لغايه دلوقتي مش قادر افهم الموقف بتاع 2099 عشان احدد الامور. طبعا والولاد وال 2099 يعني طبعا بيتكلموا كل يوم في ماتش ولا فيش ماتش؟ ما هو للاسف يا كابتن خالد للاسف في حاله غموض كبيره جدا. احنا لينا نسبه مشاركه في عايزين هيدونا فلوس، ما انا مش فاهم يعني مش قادر ارد كمان على الولاد في اي حاجه خاصه بالموضوع ده. ويا ريت الناس المسؤولين يعني يراعوا ان الولاد دول مرتبطين بعقود والنادي مرتبط بعقود معاهم، والولاد دول مش قاعدين في القاهره هنا، لا ده قاعدين في المحافظات، ويعني وعايزين يحددوا مستقبلهم في الفتره الجايه. هل هم هيبقوا في يعني الدنيا كلها متلخبطه، هم متعلقين دلوقتي على مباراه انا مش قادر بصراحه احدد. وبعدين مستغرب جدا ان هو ليه المباراه مش عايز تحدد ومش قادر اعرف هي مهمه ولا مش مهمه لغايه دلوقتي. ما انا للاسف في حاله غموض كبيره جدا، احنا مش فاهمين ليه النهارده. يعني اطلع قول المباراه اتلغت، المباراه البطوله مناصفه بين الفرقتين، بس اطلع ورد على الانديه. ده بالنسبه كابتن خالد لمباراه 99 وفريق الشباب. النهارده الانديه بتعلن الاختبارات في كل المحافظات. النادي الاهلي لحد دلوقتي ما جالوش خطاب رسمي يعرف ايه المواريد الموجوده السنه الجايه، فعلى هذا الاساس النادي الاهلي لسه لحد دلوقتي ما خدش خطوه الاختبارات، صح كده؟ طبعا انا لغايه دلوقتي لسه مش عارف ان انا الاتحاد السنه الجايه هينظم البطولات عامله ازاي وشكلها ازاي واعدادها عامله ايه، اعداد اللعيبه السنه اللي فاتت. يعني احنا السنه اللي فاتت كان القرار ان فرقه 99 و2001 كان 25 لعيب، والفريق الاول كان 30 لعيب يعني. فانا لغايه دلوقتي يعني بقول لك في حاجات كده انت ما بتبقاش عارف، هل انا هشتغل من بدايه الموسم ازاي، فتره الاعداد بتاعتي ايه، هشتغل البطوله هتبدا امتى وهتنتهي امتى، البطوله هتبقى جمهوريه ولا هتبقى منطقه ولا هتبقى قطاعات. انا لغايه دلوقتي لسه مش عارف انا هشتغل ازاي بصراحه. نفس الكلام برضو يا كابتن خالد، تشكيل القطاع برضو الجديد حضرتك مش عارف برضو ايه الاعمار السنيه والفرق الموجوده، فمش قادر برضو تشكل القطاع. كل حاجه انت انا مش عارف هو هل يعني الناشئين مش اخذه نفس اهميه بطوله الدوري. يعني دلوقتي في بطوله الدوري شغاله وان انا هنهي بطوله الدوري يعني انا شايف ان في اهتمام قوي بان انا اخلص بطوله الدوري، والجزء بتاع الناشئين ده يعني عادي يتلعب يعني اعمل البطوله السنه الجايه ولا. انا والله يعني عايز اقول حاجه، انا ساعات كده بقعد جنب بروكيتش ما بقاش عارف ارد عليه. ما انا عايز اعرف بقى راي بروكيتش، يعني المدير الفني الاجنبي، يعني رايه ايه في اللي بيحصل ده؟ هيتجنن. مش بهرج يعني كلمه هيتجنن، قال لي هو في ايه؟ هو بيسالني السؤال ده، هو في ايه؟ هو احنا الموضوع ليه صعب كده؟ يعني المفروض ان انا يعني الدكتور ناشئين مش مرتبطه باي حاجه، يعني ما فيهاش مشاكل، ليه ان انا مباراه لغايه دلوقتي انا مش عارف ان انا اقول للواد انتوا اجازه ارتاحوا ولا اتمرنوا على اي هدف؟ هيلعب بعد اسبوع، هيلعب بعد شهر، مش هيلعب المباراه خالص. هو هيجنن الموقف بتاع 99 ده، هيتجنن. هو مش قادر يعني بيقول لي انا ما شفتهاش في اي حته يعني في العالم، ان انا لغايه دلوقتي مباراه انا مش عارف لها معالم يعني. اخيرا الموقف ده هيجننه. اخيرا يا كابتن خالد، في اي حد بعد اللي حضرتك قلته ده كله، في حد بيتواصل معاكم من اتحاد الكره ولا لا؟ والله بص، هو طبعا الجزئيه بتاعت التواصل بتاعت اتحاد الكره دي كلها، يعني بالذات مباراه 99 دي خلاص خاصه بالنادي، هو اللي بيتواصل وهو اللي بيتكلم فيها. انا خلاص يعني الجزء بتاعي كان انتهى، لان انا قلت ان انا عايز العب، انا ابقى موجود حسب قرار مجلس الاداره. فهم اللي بيتواصلوا الاداره عندنا، انا مش قطاع الناشئين خالص، والموضوع ده مش موضوع قطاع الناشئين. فانا بالنسبه لي يعني بصراحه يعني تهت، عارف انت تهت. يعني انا جات في فتره بصراحه كان الدكتور محمود سعد موجود وقعدنا معاه قبل الموسم اللي فات بفتره، واتكلمنا عن موسم لثلاث مواسم جايه، وكان في خريطه محطوطه، وكنت عارف انا هشتغل ازاي السنه الجايه. طبعا الدكتور محمود مشي،
للاسف يعني، ومش عارف مين اللي يعني اللي منوط بيه من الفتره الجايه ان هو يحدد لنا. طب 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 فنجاده اللي مسؤول دلوقتي بعد ما اتحاد الكره عينه النهارده مدير فني اجنبي بيخطط مفروض للكره المصريه، فين رؤيته وفين وجوده دلوقتي في اللي بيحصل ده؟ وانت النهارده بتاخر مسابقات الناشئين وكمان ما عندكش رؤيه لشهرين قدام، هيقدروا يعملوا رؤيه لثلاث سنين؟ والله انا زي ما بقول لك كده، انا كنت اتوقع يعني ان الامور هتبقى اسرع من كده. يعني انا الخواجه مثلا دلوقتي احنا هو يعني احنا بنفكر في بلان لفتره طويله جدا، فطبعا مستني يعني بعض النقاط من توصل من اتحاد الكوره عشان احط البلان بتاعي. فانا كنت متوقع ان مستر زنجادة اول لما يجي هيبقى الشغل اسرع من كده، وانا متهيالي ان هو كان شغل الشاغل هو قطاع الناشئين مش الدرجه الاولى، او لان ده ال يعني الامور فيها محتاجه شغل ومحتاجه توضيح. ورغم ان احنا السنه اللي فاتت شفنا المشاكل اللي حصلت في 99 والمشاكل اللي حصلت في 2006، فقلت كل الحاجات دي هنشتغل عليها بسرعه، وان انا جايب واحد عشان يطور الكره المصريه، بس لما تطور بتطور من القاعده الكبيره اللي هي قاعده الناشئين مش من الفريق الاول. فقلت ان هو شغله سريع يعني اسرع من الريتم اللي كان شغال بيه. ما بصراحه لغايه دلوقتي انا هو بقى له فتره ما شفتش حاجه ظهرت على يعني قدامي، ولا في اي حاجه ولا في طلب ان احنا نقعد. فلغايه دلوقتي انا مستني وهشوف ان شاء الله الدنيا هتروح فين. يعني بالرغم التخبط الموجود ده يا كابتن خالد والتاخير الموجود عن الاعلان عن الموسم الجديد، لكن الحمد لله العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مستمر وعلى قدم وساق. والله انت بتكلمني دلوقتي انا موجود في النادي، احنا شغالين دلوقتي. طبعا الدوري خلص متاخر، اذا كان ال 2006 او ال 2003 متاخر خالص، ولغايه دلوقتي فرقه 99 بتتمرن عندي. فانا لغايه دلوقتي انا يعني شغال في موضوع سام في الملاعب وتجهيز الملاعب للموسم الجديد. طبعا انت عارف الموضوع ده محتاج وقت، والناس كلها موجوده في الملعب وشغالين عشان نعمل الملعب بشكل كويس، ونشوف الملابس بتاعتنا والادوات اللي هنحتاجها للموسم الجديد. احنا يعني ما ارتحناش، الطاقم الاداري كله ما ارتاحش، وان شاء الله احنا بنجهز للموسم الجديد بشكل كويس، بس محتاجين المعلومات اللي هنحط عليها الاساس. يعني ان شاء الله يا كابتن خالد يعني الرؤيه تتضح قريبا وبسرعه، ده يعني في صالح الكره المصريه، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. كابتن خالد دوم ما شاء الله عامل شغل هايل في الموسم اللي فات ده في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. دي زي ما شفنا وسمعنا كابتن خالد بيبو، للاسف هو ده حالنا وده حال قطاعات الناشئين وده حال التخطيط للكره المصريه.